عصام عبد المنعم مسؤول الاتصال السياسي للتحالف السكندري. شايف ايه في برلمان 2015؟ رؤيتك لك بقى في هذا المجال؟ لا ده مش رؤيتي انا بس، اقدر اقول لك ان رؤيه غالبيه الشعب المصري انه مستاء جدا من البرلمان اللي جاي، لانه شايف الوجوه اللي موجوده. وانا حدي مثل للقايمه القوائم في اسكندريه، لما بص الاقي قوائم موجود فيها رموز لحزب الفساد، بل ان رمز من الرموز دي احد رجال الاعمال. ما هو حزب الفساد؟ الحزب الوطني معروف، خدت بقى حضرتك. وبص الاقيه نفس الرمز ده اللي هو كان في حزب الفساد احد رموزه، بعد كده في فتره الاخوان في اجتماع المعزول مع رجال الاعمال يقبل راس المعزول وكده ان يقبل يده، وهذا الشخص الناس كلها عارفينه في اسكندريه. وبص الاقيه في القايمه، بل في اشخاص اخرين، لكن انا بذكر ده كمثال. فهنا مين هو؟ ممكن تقول مين؟ يعني ما هو معروف، ماشي معروف، قول مين هو. محمد فرج عامر. يعني خدت حضرتك النقطه الثانيه، ان النهارده احنا نفس الاخطاء بتاع فيها الدوله. لما انا ابص الاقي قوائم يمتحن فيها اسم مصر هنا وبحط فيها الرموز دي، يبقى انا بقول لقائمه حزب النور ابشروا فانتم ناجحون. ليه؟ لان الناس اولا مش هتنتخب هذه القوائم غير اللي هم اصلا نسبه النزول الناس للوجوه اللي مطروحه في الساحه هتبقى نسبه ضئيله جدا. يبقى اذا الحل سريع. طبعا الحل ده كان موجود قبل كده، وكان المفروض موجود في الدستور، ان هو كان المفروض ان يكون فيه بند ومادة للعزل السياسي، لان انت بعد ثورتين كان المفروض يكون فيه عزل سياسي. النهارده الدوله اتاحت الفرصه للجميع، فلتتقبل ما سياتي به المجلس. اشكرك.